طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير للجميع. اسمحوا لنا نبدأ الجلسة هاي. يعني أعرف بنفسي لأنه المفروض كان مسير الجلسة زميلتنا الدكتورة صفاء ناصر الدين، بس كون اعتذرت فأنا كلفت بإدارة الجلسة. أنا الدكتور رياض عوض، أمين صندوق نقابة المهندسين حاليا، ويسعدني أنه يعني أدير الجلسة هاي لأنه في مجال اهتمامي. عنوان الجلسة هو التعليم الهندسي والتقنيات الحديثة في العمل الهندسي الاستشاري. يعني كوني حقيقة أنا كنت في الجامعة يعني عميد لكلية الهندسة لفترة طويلة، فعلى تواصل مع هذا الموضوع، أيضا على تواصل مع العمل الهندسي الاستشاري، فبعتقد الحقيقة هذا العنوان في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. ويؤسفني أنه الحضور قليل، يبدو أنه مش مقدرين أهمية هذا العنوان، هذا الموضوع، الربط بين التعليم الهندسي وبين العمل الهندسي الاستشاري، وأهمية استخدام التقنيات الحديثة الآن في تدريب الطلاب وتعليمهم عليها، حتى تكون مدخلهم لسوق العمل الاستشاري. وأنا سعيد جدا أنه زميلنا ميخائيل يونان اللي راح أحكي عنه بعد شوي، لأنه أنا معرفتي فيه من يمكن من 30 سنة، من عشرات السنين في هذا المجال. يعني هو حقيقة عنوان في موضوع يعني البرامج الحاسوب التي تستخدم في الهندسة، راح أحكي عنه. بس قبل هيك معلش أحكي، نخرج عن النص شوي في أهمية هذا الموضوع، موضوع تطبيقات أو استخدام البرامج الهندسية في العمل الاستشاري. هلأ طلع مش بس في العمل الاستشاري، في كمان أهمية أخرى لمعرفة هاي البرامج الحاسوب. معلش خلينا نبدأ مشان ننشط الوضع، نحكي هالقصة الحقيقية اللي أنا صارت معي. معلش مهندس ميخائيل، إحنا معنا وقت. يعني في يوم من الأيام، هذا في العام الماضي بالصيف، اتصل معي شخص معين، مدرس متقاعد، بيقول لي بتعرف في مهندسات بيتقنوا برنامج 3D Max، مهندسات المعماريين. قلت له والله أكيد، هلأ كل الخريجات الجدد في العمارة بيتقنوا برنامج 3D Max. فعرفني بنفسه على أنه والد مهندس مدني كان من طلابي، وأنا أشرفت على مشروع تخرجه. قلت له نعم تذكرته. قال ابني أنا بيشتغل في السعودية، وضعه كثير ممتاز، وبيشتغل في العمل الهندسي، وبده مهندسات في الـ 3D Max، يعني بيعرف 3D Max. قلت له يعني، قال أنه صار مطلوبين لسوق العمل بشكل كبير، حتى في السعودية في الرياض مطلوبين. قلت له طيب، يعني ببعث لك أنا قائمة بأسماء الخريجات وعناوينهم، يتواصل معهم مشان يعني التوظيف. يعني أنا كل فكري أنه مشان يوظفهم. قال لا، هو المطلوب بده واحدة مشان الزواج، مشان يتزوج وتساعده تشتغل معاه في العمل الهندسي في الرياض، لأنه 3D Max مطلوب. فقلت صار معناته 3D Max متطلب للزواج، مش بس متطلب للعمل. فمن هنا نبدأ. أنا الحقيقة معرفتي بزميلنا المهندس ميخائيل يونان من 30 سنة كان عنوان، وعنده مركز لبيع البرامج الأوتوكاد. أول إشي كان زمان قبل 30 سنة هالحكي، مش هيك؟ بالضبط، قبل 30 سنة كان الأوتوكاد يعني صرعة، الكل بده أوتوكاد، المكاتب الهندسية والعمل الهندسي. فكان العنوان المهندس ميخائيل يونان في مؤسسة بشركته راعي الصالح. ومن هنا أنا كانت علاقتي معه. بعدين لما كنا في الجامعة، كل ما صار في برامج جديدة كان يتواصل معنا في الجامعة، يعرض علينا البرامج الجديدة هاي، الجي اي اس والثري دي ماكس، وكل هالبرامج حقيقة عنوان. فيعني هو طبعا أنا معرفتي، بديش أقرأ لأنه معرفتي شخصية، بالمهندس ميخائيل خريج 1980، مهندس
75. اذا رجعت على البلاد 1980. لا او بديت الشركه يعني. بديت الشركه، نعم. اذا انا لانه بعرفك انا من 1990. نعم. المهندس ميخائيل يونان كرس حياته للهندسه الاحترافيه من جانب تكنولوجيا المعلومات. بدأ مسيرته الهندسية كمهندس مدني محترف، وتم تعيينه عام 1980 كمهندس مدينة بيت لحم. في عام 1988 بدأ مع الهندسة التطبيقية لتكنولوجيا المعلومات باستخدام برنامج أوتوكاد لمشاريعه، وقام بتدريس برنامج أوتوكاد للمهندسين في العديد من جامعات فلسطين، وإعطاء دورات كثيرة من خلال نقابة المهندسين، وقدم برنامج جي اي اس في فلسطين عام 1993، وطور سوق الاوتوكاد والجي اي اس والاستشعار عن بعد الى اخر ذلك، كما طور المسح التصويري الجوي الرقمي في فلسطين، وساعد المولج، نعم البرنامج هذا موجود في تطوير في الحكم المحلي بالضبط، على تطوير مؤسسات تصوير فوتوغراف فلسطين. طور العديد من نظم المعلومات الجغرافية للجي اي اس ومشاريع القياس التصويري والاستشعار عن بعد. انه رائد في هذا السوق ومعروف محليا ودوليا، وانا اشهد بذلك. هو المالك الرئيسي والمدير العام لشركة الراعي الصالح للهندسة في بيت لحم. اليوم راح يحدثنا عن موضوع درونز، اللي هي الطائرات الصغيرة اللي بالضبط درونز ذا سكاي بالستاين في سماء فلسطين، وموضوع الفوتوغرامتري التصوير الجوي يعني بشكل عام. وانا حقيقه يعني هون بدي اكد على اهميه هذا الموضوع اللي راح احكي فيه. احنا حاليا في بلديه طول كرم شغالين على مشروع تحديث مخطط الهيكلي. المخطط الهيكلي لطول كرم كمساحه مدينه شاسعه حقيقه تحديثه، اذا بدنا نمشي على النظام القديم والمساحه القديم النظام بدنا سنوات يمكن، مظبوط؟ الآن باستخدام التصوير الجوي وعكسه على يعني استخدامه في الأعمال المساحية جدا بسهل في عملية إنجاز مثل هذا المشروع، وهذا اللي راح يحكي لنا فيه زميلنا المهندس ميخائيل. أعتذر عن الإطالة في المقدمة، بس تفضل. شكرا لك دكتور مهندس. يمكن انا واقف مش ماشي. هلو شغله سامعيني؟ اوكي تمام. مسيكم بالخير، شكرا لك للمقدمه دكتور رياض. يعني اليوم من تطلبات الواحد من الماهر انه يكون عنده فوتوغرامتري كمان شوي في الخليل، لانه بوليتكنيك الخليل من الرائدين ب وضع الفوتوغرامتري والريموت سنسينج في برنامج التعليم المساحي. ايش مش سامع منيح؟ اوكي. هذا مش شكرا. شكرا هيك احسن. سامع؟ اوكي. طيب انا اخترت الموضوع درونز ان ذا سكايز اوف فلسطين. مين عمره شاف درون؟ واحد اثنين. لا الكل. وين شفتوهم؟ تعالوا تعالوا اطلع يا شباب. شباب ليش مستحيين؟ تعالوا تعالوا اطلع. تحت. مين محاضرة؟ مين؟ طيب لا إله إلا الله. طيب يمكن شفتوا الدرونز في الأعراس إجمالا. سألوني شفتوا جهاز زي هيك؟ ايوه هذا جهاز اسمه درون، الطيارات المسيره. واليوم بتسمعوا بالاخبار عن الطيارات المسيره لعده اشياء. خلينا نحكي، نحن بدنا نحكي عن موضوعنا الدرونز. اولا هذه ال ما هي الدرون؟ عمركم سمعت
عمركم سمعتوا إشي حدا يقولكم الدرون هو جزء من الطيران العالمي؟ حدا سمع هذا الحكي؟ صحيح. هاي واحد سمع. هذا جزء. سيرتيفايد طيران. لا هذا جزء من الطيران العالمي. يعني أي إشي بيطلع في الهواء هو جزء من الطيران. والطيران جزء من الطيران وقوانين الطيران في العالم أو في جو هذيك البلد. فأولا بدي أبدأ أنا في خارطة. حدا شاف هذه الخارطة إشي؟ لا. هذه خارطة الطيران فوق إسرائيل والأراضي المحتلة، وهي تستعمل يوميا. كل طيارة بتطلع فوق أجواءنا، إما فوق أجواء الضفة الغربية أو فوق أجواء إسرائيل من رأس الناقورة لإيلات، من جنين من جنين للخليل، شوي فوق غزة بتشوفوا إنه ما في شيء. هذه تحت السلطة، سلطة الطيران الإسرائيلي، ما إلنا علاقة من فوق سطح العمارة وفوق. هذه تحت السيطرة الإسرائيلية الكلية. فلذلك أي إشي بيطلع في الجو بما فيه الطيارة هاي الصغيرة اللي وزنها تقريبا كيلو أو 2 كيلو، هي كمان تحت السيطرة الإسرائيلية وبقدر يوقفوا فيها. هلا وين مسموح وين ممنوع في الطيران؟ شايفين المناطق المهمشة وين مناطق بيضاء مسموح الطيران بدون أي إذن، ولكن وين في مهشأ خصوصا في الضفة الغربية وغزة بتشوفوا حتى في البحر، هذه لازم إذن من سلطة الطيران أو من العسكر. في عدة هذه الخارطة هون، خارطة القدس، بتشوف القدس أقل إشي فوق المسجد الأقصى ممنوع تطير طيارة، أي طيارة نحن بنحكي عن 8000 قدم فوق سطح الأرض ممنوع تطير، خصوصا فوق البلد القديمة والمسجد الأقصى، حتى ما يصيرش في ملابسات وفي أي إشي هجوم على البلد القديمة. ولكن في الضفة الغربية 6000 قدم هو المينيموم. هلا شو في عنا؟ كل فلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية في الجو، المسموح نطير في، مش مسموح نطير، بده إذن للطيران في الضفة الغربية. في غزة بعد 2005 منعوا منعاً باتاً كل الطيران المدني يطير فوق غزة. يعني أقل إشي إن بدها تطير طيارة اسمحوا لها تطير 22000 قدم. طيب خلينا، هذه اشياء يعني على الاقل الواحد ياخذ بعين الاعتبار انه نحن لما بدنا نطير طياره في مسؤوليات علينا، ومسؤوليات تابعه للحكومات وللسلطات الطيران. طيب هلا الدرونز كمان بتسموا بالانجليزي unmanned UAV، unmanned air vehicle، اوكي. هذه تستعمل كثير، UAVs drones، UAVs كثير ناس ما بيستعملوا كلمه drones، بيستعملوا كلمه UAV. اوكي UAV هي آلة لشغلنا في الهندسه، خلينا نربط الهندسه مع شغل مع الدرونز. الدرون هي آلة للمساحة الجوية، مساحة جوية والتصوير الجوي.
وهي سنسر. ايش يعني سنسر؟ حساس، يعني انه عمالة بتلقط اشي، الحساس بلقط اشي. هنا نحن الفوتوغرامتري، ان بتسمعوا عن الفوتوغرامتري، ايش يعني فوتوغرامتري؟ فوتوز، يعني انا بدي اجيب صور واحللهم. ريموت سنسينج، استشعار عن بعد. تحليل نفس الشيء، الدرونز بدي اصور واحلل الصوره. هذه الاسس العلم. هذا علم. هلا وين شو بدي اسوي بالمقصد التصوير الجوي؟ اصور هاي اكيوريت ايمجز، يعني صور دقيقه جدا مع وضعها في برامج تحليليه حتى اطلع معلومه منها. شو اساس اي مخطط هندسي؟ شو اساس اي مخطط هندسي؟ الرفع المساحي، الداتا. فنحن هون عمالنا بنعيش في كولكشن اوف داتا. الرفع المساحي، منزل اخلاص حكت عن الرفع المساحي. كل مخطط، حتى مخطط الحديد، لازم يكون في داتا، وين انا موجود على الارض وكيف شكل هذا. هذا هو الداتا. فنحن الداتا بنقدر نستعملها في الدرون تكنولوجي، للاربن بلانينج، لليوتيليتيز، للاجريكلتشر، هيريتج وركس نحكى عنه، انفايرمنتال مونيتورينج، لو انفورسمنت للامن، انسبكشنز لليوتيليتيز، و اشياء كثيره عمالنا بنستعملها. للاسف كمان في شيء ميلتري، وسمعنا كيف اسرائيل عمالها بتستعمل هاي الاشياء للدرونز. مش للدرونز هاي، في درونز ثانيه. اوكي، الدرونز ليش نستعملها؟ هلا في مناطق ما بقدر اوصلها، طول كرم حكى الدكتور رياض، ما بقدر اوصل انا كل منطقه في طول كرم، بس بقدر اصور كل منطقه في طول كرم من السماء واشوفها واحللها فيما بعد. بعدين بقدر، قديش قال دكتور رياض؟ يمكن بدي 10 سنين لما الفف كل المسحين تبعوني يمسحوا طول كرم. هون خلال ساعتين بكون مصور طول كرم، وضعها على الـ على الـ على الهارد ديسك للتحليل. في عنا اشياء ريديوس ريسك وكولكت داتا فاستر. اوكي، شو في عنا هلا؟ لكل شيء في نظام في العالم، مش كل واحد بيشتري درون هو بكون مسؤول عن الدرون. هاي الدرون ان بتشوفوا، اول شيء خلينا نتبعهم responsibility. ان انا بدي اطير درون، مين بكون مسؤول عن الدرون هذه وهي طالعة انش عن الأرض، صامت عن الأرض؟ مين مسؤول عن الدرون وشو بتسوي؟ مين مسؤول عنها بكون؟ المالك تبعه. لا، مش المالك، مش الشركة، اللي بيطير فيها. الطيار، الكابتن، لما انتوا تطلعوا بالطيارة وتسكر باب الطيارة، مين مسؤول عن الطيارة وما يحتوي فيها وكل أفعالها؟ الكابتن، الطيارجي. نفس الشيء، لما أنا أطير أنا المسؤول. هذه الطيارة مسجلة في إسرائيل 4X، شايفين 4X هي إسرائيل، مسجلة في بن غوريون، وإن وقعت أي حدا بيعرف بشوفها بيعرفوا إنه هاي إلي على اسمي، لانه انا مسجل ومرخص كطيار شي للدرونز في مع بن غوريون سلطه الطيران. كل طياره بتطير صغيره او كبيره في اي مدينه لها رقم. هلا الطيارات اللي بيطيروا هنا ما لهم رقم، ان وقع على راس حدا مين بكون مسؤول؟
مين بكون مسؤول؟ طيار تقدر تجيبه وتقول له تعال ادفع دية اللي انقتل؟ هذه كمان ما بتترخص إلا كمان مع إنشورنس تأمينها في لندن. هاي شونا يعني الريسبونسبيليتي مهمة جدا، لأنه أنا لما أطير فوق أعراس وتوقع على راس حدا، لحد هلأ ما سمعناش إنه وقعت على، نشكر الله الحمد لله، بس هدول مرات بوعوا تفكروش هادي آلة بصير في مصايب زي اللي بتخطخ في الهواء. يعني ثاني شيء fly in the sky under the jurisdiction aviation authority، إن بدي أطلع أطير لازم يكون عندي إذن من السلطات. flying لما أنا بدي أطير في الطيارة هذه في الدرون، في إشي اسمه VLOS visual line of sight، لازم أنا أطلع على الطيارة طول الوقت وهي رايحة جاي. أنا في بيت جالة مكتبي، يوم ما بطير الطيارة هاي بطيرها على ارتفاع 70-80 متر، صدقوني في طيران إسرائيلي بيجي من جهة الخليل بروح على جهة البحر الميت أو بالعكس بارتفاع نفس ارتفاع الطيارة هذه اللي أنا بطير فيها، والطيارة بتكون طيارة كبيرة عسكرية، كيف بيمشوا كيف بيطيروا 50 متر فوق أسطح البيوت ما بعرف، بس إشي خطر. فهون الواحد لما بده يطير بده يعرف كيف يطير. altitude of light أكتر إشي أي درون commercially، هلا نحن بنحكي من ناحية تجارية مش من ناحية عسكرية، أكتر إشي بتقدر تطير الطيارة 100 متر عن سطح الأرض، ممنوع تطير أكثر من هيك حسب القوانين الإسرائيلية، وبعدين ممنوع تطيروها أكثر من ما تشوف العين. يعني إن فرضا زي اليوم بيقدر الواحد طريرها 100-150 متر، 150 متر هيك 150 متر بيشوفها وبيقدر شو اسمه. شوف في إلها نظام، في إلها نظام نفس نظام الطيران 747 أو أي طيارة. هذا بعدين سيفتي مهم جدا، أنا أعرف في أمان للطيارة ما توقعش على رأس الناس، ممنوع نطيرها فوق رؤوس الناس، الكل بيطير في الأعراس إلى آخره، بيطيروا في قلب الدار ممنوع تطير في قلب الدار. أوكي عبالي أنا بحكي هاي الأشياء لأنه نحن في إشي ناقص عندنا، نحن الطيران ما بنعرف عن الطيران في فلسطين كفاية، حتى كشعب ثقافتنا في الطيران ضعيفة شوي، إلا إنه لما نطلع على الطيارة نروح على تركيا وإلى آخره، هذا أكثر إشي. بس في ثقافة في الطيران وكيف أنا أعرف كيف مسؤوليتي لما أطلع بالطيارة أو الطيار لما يطير. أوكي هذه مهمة جدا. أوكي في عنا نوعين من الدرونز، شايفين الدرون الفلات فلات وينج، نقدر نستعملهم هدول في الهندسة وفي الهندسة المساحية، أو في عندي الروتري. سوري ما واجهتكم مش مركبة هاي، شايفين هاي بتركب أربعة عظهر الطيارة حتى ترفعها بتشوفوا. وفي كمان طيارات أكبر من هيك، هاي 8 مراوح، هذيك طيارة فلات وينج. حسب الشغل وحسب الفلوس بقدر أشتري الطيارة. هذه الطيارة اليوم متناول اليد، يعني بتكلف لحد 10,000 شيكل. في طيارات من أرخص الطيران في نقدر نستعملهم للمساحة. هلا في كمان إشي، في عدة أنواع لما نحط عليها كاميرا بنسميه payload. payload هيا هون الكلمة payload. أوكي هلا شو أنواع البيلودز اللي بقدر أحط عليها؟ يعني قديش تقدر تحمل الكاميرا من وزن وشو نوعها؟ هلا نوع الكاميرا، هلا
بقدر احمل عليها من ناحيتي انا ك ايريال فوتوغرافي، بقدر احمل عليها كاميرا تصور تصوير، او بقدر احمل عليها ليدار. سمعتوا بالليدار؟ ما حداش سمع. الليدار هو ليزر تكنولوجي، بقدر زي جهاز، شايفين هذا الجهاز او هذا الجهاز، في عليه ليزر، في ليزر بقدر احمل عليه، بضرب على عنصر على الارض الليزر وبرجع لي ويفلينكس، بيرجع لي سبكترال ويفلينكس. هذه السبكترال ويفلينكس بعرف شو نوع الاكس والواي والزد لهذيك النقطة. حتى حيطة كل نقطة لها اكس واي زد بقدر يصورها، بصير عندي بوينت كلاود. حكت عنه ام يزن مهندس الاخلاص، بوينت كلاود. فبقدر اسوي اصور اما تصوير جوي مع ايمجز او اسوي ليدر. في اجهزه اليوم المساحه فيهم ليدر، عمالنا بنستعمله من الهيريتج والى اخره، اللي اشتريته افتكر الاقصى هو كمان جزء من ليدر. هذا بلف وبقدر يسوي كولكشن لكل نقطه بنقطتها، وبورجيكم كمان شوي كيف نقدر نشوف هذا. هلا هون كمان البجت بكلف. الليدار غالي، الليدار غالي، يمكن هذا الجهاز يكلف $70,000، ولكن كاميرا زي هاي عماله بتكلف 10,000 شكل، ف حسب مقدور الواحد. اوكي هلا انا لما بدي اطير كيف بدي، شو بدي استعمل؟ في عندي فلايت ميشنز. هلا لما نحن نطير نربط ايباد مع الكنترولر، هذا بكون بايدي بربطهم هدول مع سوا، والطياره بتكون مربوط ببلوتوث، بلوتوث قوي جدا، بيقدر هذا يوصل ل 8 كيلو الطياره، في اتصال بين هذا وبين هذا 8 كيلو. بس ممنوع اطير 8 كيلو لانه ما فيش لاين اوف سايت. اوكي هلا حسب نوع الميشن انا عندي بقدر هقول للطيارة كيف تطير. نحن إجمالا بدنا نطير أوتوماتيكلي فوق المنطقة اللي أنا بدي أطير فيها. هلا شو نوع البرودكت اللي أنا بدي إياه؟ هو بحتمني أطير كيف أطير الطيارة. هلا في عندي عدة أنواع من الطيران. في عندي اريا سيرفي، بقدر اخلي الطياره تطير باتجاه واحد، تغطي خط واحد، ترجع جنبها تغطي كمان خط، ترجع كمان خط، يصير في عندي بس خطوط طيران عاديه. هذا 2D. اوكي خلينا نشوف بعده. لا سوري. اوكي عندي هذا اسمه اريا سيرفي، بشوف الكاميرا، شايفين كيف الكاميرا واقفه هلا حاليا؟ طلعوا وين العدسه نازل تحت. هذه بالانجليزي اسمها نادير. من وين كلمة نادير جاي؟ شاطرة أنت بالعربي. إيه؟ نظير، نظور، نظر. بيستعملوها في الفوتوغرامتري، نظر من نظير، نظر. يعني إنه عمالك تنظري لتحت مباشرة. نادير.
هذه كلمة معروفة في هذا. هلا إن في عندي في إشي اسمه كروس هاتش، يعني بسوي جريد، بطير بهذا الاتجاه وبطير بهذا الاتجاه. هلا إن بدي أنا أشوف 3D طيران 3D، أشوف واجهة العمارة، وجهات العمارة إجمالا، بقدر أطير 3D. بس العدسة تبعت 3D بتكون بميلان، فبروح وباجي بصور بميلان حتى أشوف كل الوجهات والأرضي، وبقدر أسوي خارطة من هذه، خارطة نادير زي ما بقول نظرية، أو خارطة 3D. وهذا اللي استعملناه في مشاريع الهيريتج اللي حكت عليه أم يزن قبل شوي. أوكي، هلا شو كمان الحلو في الطيران هذا، في الطيران الدرونز، بقدر أنا أتحكم في الطيارة كيف تطير، لأنه هي صغيرة. في الطيارة الكبيرة ما بقدر أتحكم، نيجي عليه بعدين. هلا في عندي كمان إشي اسمه بارامتر سكان. إن عندي عمارة للهيريتج هذه ممتاز، عندي عمارة إجمالا في أوروبا بيستعملوها للهيريتج تبع الكنائس، لأنه طوال التاورز تبعونهم الجرسيات طوال، بقدر أنا أطير ألف داير ما يدور العمارة وأشوفها. هلا للإنسبكشن لليوتيليتيز، إن عندي خطوط كهرباء عالية وبدي أشوف الترانسفورمرز وبدي هذا، بقدر أطير الطيارة في كوريدور. وعندي كمان فيرتيكال، هذه استعملناها في عنبتة، في واجهة كبيرة طيرنا الطيارة على الواجهة، فوق تحت جنبها تحت لفوق. فبقدر أنا أتحكم في الدرون بأي طريقة ما، بس لازم أكون شاطر كيف هذا. هلا لما أطيرها جنب الحيطة هذه، شو عماله بيسوي لي المراوح؟ تقدر تدقم في الحيط، بس كمان إشي الهواء عماله لما يلف المراوح تسوي تيربلنس، تسوي تمويج في الهواء بين الحيطة وبين الطيارة. لازم تكون بعدها بعد مش بعيد كتير، مش قريبة كتير ولا بعيدة كتير فرضا. لا يمكن تقدر هي نفسها يشفط الهواء، بصير في عندي فضاوه في الهواء، تفريغ يشفط الطيارة، بصير في تفريغ هواء. فهو الطيارش بده يكون شاطر كيف يطير الطيارة. عشان هيك بقول مسؤولية الطيارش كيف يعرف يطير، ويعرف كيف يطير، ويعرف كيف الهيدروليكس تبع الاير هيدروليكس بمشي في اي هذا. طيب هلا في عندنا للبروس بروسيسنج، لما انا اصور في عندنا عده برامج للطيران للاناليسيس. في عندنا اسري سايت سكان، في بيكس 4D درون ديبلوي، في اونلاين، هذول اونلاين يعني انا على الكلاود بقول له هاي في صور عندي سوي لي اياهم، هلا بورجيكم كيف بيطلع الصور. او بقدر اشتغل اوفلاين، في عندنا يو اس ماستر ودرون ديبلوي، يعني انه على الديسكتوب لانه باخذ وقت كثير، يمكن 600 صوره ياخذوا ساعتين او ثلاثه حتى يسووا صور. اوكي هاي سايت سكان مانجر. اوكي البرودكتس اللي بيطلع لي اياهم، بيطلع لي اورثو موزايك، يعني صوره جويه اورثو، كل عارف ايش يعني اورثو. بيقدر يطلع لي ديجيتال اليفيشن موديل، بيقدر يطلع لي الطياره هاي تقدر تطلع لي 360 بانوراما،
بس يمكن ما اقدرش استعمل المساحة منيح. بقدر احط كاميرا ليلية ثيرمال على الطيارة وتصور لي اياها. ليش بستعملوا الثيرمال هنا؟ للريسكيو، للانقاذ. فرضا واحد ضاع في الغابة، بيقدر يطيروا طيارة بالليل ويشوفوا، نعم يشوفوا الإنسان باللون الأحمر لأنه بيطلع عماله حرارة، فهذه جزء من الإنقاذ. نقدر للإنسبكشن قلنا، و 3D Point Cloud مهم جدا في شغلنا. أوكي، هذه جزء من الشغل اللي اشتغلنا مع إم يزن، اللي أطلعنا الطيارة طيرنا فوق لتحت. كان الارتفاع تقريبا هنا 12 متر، ثلاث طوابق وكل طابق 4-5 متر، فشوي الجهاز الأرضي الليدار ما بقدرش يمسح بكل سهولة. فالطيارة هون لنا صارت، وإن بتشوفوا شوفوا التفاصيل هون، شوفوا الكراك، شايفين الكراك طوالي. شو قالوا للمتعهدين لأم يزن؟ فيش داعي نطلع على الموقع، شفنا كل شيء بالضبط. هاي نقدر نطلع أورثو موزايك تيف، ديجيتال إليفيشن موديل بالتيف، ديجيتال ترين موديل بالتيف، نقدر نطلع كونتور لاينز، نقدر نطلع بوينت كلاودز، ونقدر نطلع 3D مش. هلا شو الفرق بين بوينت كلاودز و 3D مش؟ بوينت كلاود هو كل نقطة XYZ، ولكن مش كصورة، بقدر أحط صورة على المش. يعني إنه بدل ما أشوف أنا خطوط زي ما بطلع لي الأوتوكاد 3D، بقدر أحط زي ب3D Max صورة من اللايبراري طبق الأصل عن الواجهة. هذا البرامج بسووهم، برامج 3D بتسووهم. هذه لمحة بسيطة عن الدرونز، يعني في أشياء كثيرة ما غطيناهاش، ولكن هذا علم اللي بيشتغل في الفوتوغرامتري والريموت سنسينج، ما بسموه انجينير، بسموه ساينتست. ونحن انا عضو في نقابه الانترناشنال اي اس بي ار اس، انترناشنال سوسايتي فور فوتوغرامتري اند ريموت سنسينج. كل هذا علم يوضع بين ايدي المهندسين حتى نقدر نطلع منه انفورميشن بالفوتوغرامتري، وها راح اورجيكم كم هلا على هاي الاشياء. ان شاء الله اعجبكم. الله يسعدكم. هلا شوفوا بس الطياره هاي، مش رح تطير. بنطيرها يا دكتور، بنطيرها يا دكتور. DJI هاي طيارة من أشهر الطيارات في العالم، حتى السلاح الأمريكاني بيستعمل الطيارات هدول DJI، هم من الصين، بس في فترة وقفوا يستعملوها لأنه بخافوا من الاختراقات الصينية على أمريكا. فإن بتشوفوا ضويت أنا ولا ما ضويتهاش؟ هلا بتشوفوا هاي بطاريتها، البطارية في الهواء تاخذ توقعاتي بس 23 دقيقة، لما بدي أضويها بكبس كبسة واحدة وبعدين كبسة طويلة بضوي. انت تشوف الاربع
أربع أدوار إنه البطارية ملانة. هلا زي ما بتشوفوا هي بتسوي تشيكينج، بتشوف إن أنا رابط مع الكنترولر تبعي، بكون رابط الكنترولر مع هذا. مهم جدا الكنترولر يكون يقرأ. الأندرويد صعب شوي معهم، أفضل إشي الكنترولر. الآيباد يكون آيباد من أبل. أوكي، شايفين طلعوا من قدام الألوان. بتبع الطيران الدولي أحمر من وراء أخضر، وبعدين هاي لما تكون في الجو حتى الطيار بيشوف أي طيارة تانية يمكن يشوفها يمكن ما يشوفهاش، بس الألوان بتقول له في طيران زي هيك. هلأ إن بدي أبدأها ترفع لفوق هيك، ترفع لفوق هيك، بتنزل لتحت. شوفوا كيف ال خلينا احطها هون، انه عليها مراوح ممنوع حدا يمسكها بهذه الطريقه. شايفين؟ شوفوا الكاميرا، ان بلف يمين شمال بتلف مع الكاميرا. اوكي، لما تطير الأضواء هدول بكونوا مطويين، فبعرف إنه عمالة بتطير وبقدر أسوي كنترول عليها منهم. بقدر أورجيكم برا فيما بعد. في حدا عنده أي سؤال لهي الأشياء؟ يعطيك ألف عافية مهندس ميخائيل. الموضوع شيق وممتع اكيد. طب معلش خليني اسال انا قبل ما حد يسال. هلا الديجيتايزنج يعني الموضوع فعلا الصوره بصير يعني تاخذ الاحداثيات منها. هلا مشان المساحه اللي باجي على الفوتوغرام. اوكي، لسه احنا الموضوع الثاني. يعطيك العافيه المهندس ابرار عبد الكريم. اول شيء شكرا على المحاضره، جدا ممتعه مفيدة جدا. يعني أنا المعلومات صراحة اللي سمعتها اليوم أنا أول مرة بعرفها، فكتير استمتعت. هلا عندي ثلاث استفسارات بعد إذنك. أول شغلة اللاين أوف سايت اللي أنت حكيت عنه بالنسبة للارتفاع والمدى، هل هذا بس عندنا فلسطين عشان الاحتلال ولا لا؟ لأنه على السوشيال ميديا بنشوف مثلا المغامرين المتسلقين بيطلع فيها الارتفاعات كتير شاهقة، فهل اللاين أوف سايت هذا بس عندنا بفلسطين محددة وتختلف من مكان لمكان ولا هو شيء يعني بوبليك؟ هذه خليني بس اجاوب هذا. اول ايش استمع، اعطيك السماعه. اوكي كمل. السؤال الثاني، هلا مثلا احنا هون عنا ببلادنا في كثير سلاك كهرباء، في مثلا الطيور هاي الاشياء، هل فيها سنسر بحيث انها تتجنب انها تتصادم مع الاسلاك او الاشياء اللي انت بتحكي عنها المعلقات مثلا، لانها برضه خطر جدا انها تدور فيها. السؤال الثالث والأخير على المسؤولية الكبيرة اللي أنت بتحكي، يعني هي في مسؤولية منها صراحة، يعني خطرة وإلها خطورة. هلا أي حدا بيشتري مثلا درون أنت قلت لازم تكون هي مرخصة صحيح؟ هل هو بيلزم يكون مع رخصة معينة أو كورسات معينة ما أخذها لقيادة الدرون بشكل خاص أو لا؟ أسلم إليك. يعطيك العافية دكتور. أنا اسمي المهندس هيثم عبد الفتاح صغير، معي ماجستير في الاوتوميشن انجينيرينج من جامعه بولونيا في ايطاليا. كنت ناوي اسوي بحث الماجستير تبعي في الدرونز بس ما صار نصيب. على فكره طبعا استخدامات الدرونز استخدامات متعدده، ويعني منها بيستعملوه في مجال الريسكيو والى اخره، وصاروا يستعملوه في مجال البريد كمان. دكتور سؤالي، هل فيها نظام تتبع؟ بمعنى انه اذا طيرت الطياره انت سلطات الطيران الاسرائيليه بتعرف انك انت قاعد بتطير الطياره في هذا الموقع في هذا، وهل بلزم تاخذ موافقه منهم قبل ما تطير؟ هذا سؤال. السؤال الثاني هو بيشبه السؤال تبع الزميله، انه هل الطيارجي بلزم ياخذ تريننج كورسز على
على الدرونز، ولا هي سيلف ليرنينج يعني انا بتعلم عليها لوحدي قبل ما اصير انا اعرف اطير الطياره؟ السؤال الثالث، مين هو المورد اللي بورد هاي الطيارات؟ هل في عنا شركات فلسطينيه بتورد، ولا احنا اذا الواحد بده يستعمل شيء زي هيك بده يروح للشركات الاسرائيليه او ممكن يتجه لك؟ يعني انت بتقدم الخدمه هاي مثلا؟ شكرا جزيلا. أسئلة مهمة جدا. أول سؤال، هل الطيارة فيها سنسرز؟ نعم فيها سنسرز. بتشوفوا السنسرز هنا، وتشوفوا شايفين السنسرز هون، وفي سنسرز تحت. حسب ما بحكي بتحكي الدي جي اي، استخدمتوا برامج الدي جي اي مع الطيارة هذه، السنسرز بيشتغلوا. هل بتشوف طير؟ ايش راح تشوف طير؟ حتى طيارات كبيرة بخافوا من الطيور، وبقدر يصير كوارث مع الطيران في مع الطيور المهاجرة. ولكن السنسرز موجودة على الطيارة هذه. هلا إن أنا استعملت برنامج بلغيلي السنسرز، السنسرز مش راح تشتغل. فهون برنامج التشغيل الكنترولر هو بتحكم في موجود فيها سنسرز، تعرف وين هي قريبة على إيش، يعني عن 2 متر بتوقف إن بتشوف شجرة 2 متر عن بعد 2 متر، نعم بتوقف. ولكن إن استعملت برنامج بلغي السنسرز هدول مش راح توقف، راح تدخل في الحيط. هاي مرة دخلت في الحيط معي لأنه أنا كنت أستعمل برنامج مش هو، اضطريت أصلح على حسابي مش على حساب الشركة. أي واحد، السؤال الأول كان visual line of sight. هلأ في عنا نحن في أمريكا الـ FAA Federal Aviation Association، هي بتحط كل العالم بتبعوا الـ FAA regulations، بما فيه إسرائيل، بما فيه أوروبا عندهم كمان هذا، كلهم تقريبا نفس الشيء. وفي visual light of sight في جميع أنحاء العالم. إن أنا بدي أرخص visual of sight، ممنوع الطيارة تطير أكثر من 100 متر أو 120 متر في جميع أنحاء العالم. هلأ أنا مرخص في معي رخصة في إسرائيل أقدر أطير الطيارة، بقدرش أستعملها في أمريكا، ولا الأمريكاني يجي يستعملها في البلد هنا. فكل كل بلد إلها ترخيصها، وكل بلد هي بتحدد الأشياء اللي نحن بنحكي عنها بما فيه الطيران. مهندس ميخائيل، نعم، إحنا الوقتنا انتهى، إحنا للواحد ونص فقط، هلا ما بديناش بال فوتوغرامتري. طيب خلاص، أوكي، أفتكر جاوبت على أغلبية الأسئلة. اوكي، خلينا نعرف سريعا بعد اذنك، يعني لانه الوقت انتهى، في محاضره بعدها، في ما نحن في جلسه بعدها، نحن بدينا متعوقين. اوكي طيب ماشي، خلص بنقدر ناخذ ابو 10 ربع ساعه على الفوتوغرامتري، يعني 10 دقائق 10 دقائق تصرف 10 دقائق. طيب اوكي، التصوير الجوي أنا حطيت photogrammetry is a science of making measurements from photographs and creating 3D models. يعني أنا من صور جوية بدي أسوي models modeling. أوكي؟ ثاني إشي، ال 3D models is a three-dimensional representation of an object created plotting individual points. يعني كل نقطة، كل إشي بشوفه في الصورة لازم يكون له X, Y, Z.
كيف بدي اطلع الاكس واي زد؟ في عندي السوفت وير، في الالجوريثمز، من الصور بحط صور جنب بعض بيطلع لي اكس واي زد لعنصر معين على الصوره اكس واي زد، او بسوي سكانينج. السكانينج بالليدر اللي حكينا عنه، اوكي. هذه اساس الفوتوغرامتري. من هذه منروح على شو انواع الفوتوغرامتري. في عندي 2D و 3D فوتوغرامتري. بقدر اسوي 2D مودلز وبقدر اسوي 3D مودلز. 2D مودلز الاورثوفوتو، 3D زي ما شفتوا في محاضرة ميزة، بقدر اشوف العمارة باربع جهات. هون لازم اسوي في الفوتوغرامتري اشي اسمه ستيريو مودلينج. ستيريو يعني تو، انه صورة احطها فوق صورة واشوف 3D بواسطة ستيريو مودل، وبعدين اسوي فيتشر كرييشن، فيتشر كوليكشن، ألم معلومات بواسطة الـ 3D من الصور اللي بشوفه. أوكي، هذه الـ Aerial Photogrammetry نفس الشيء، بس في إشي ما حكيتش عنه في الـ Aerial Photogrammetry والدرونز. وين كمان نستعملهم؟ الشاب المهندس غاد سأل إنه هو بده يسوي إشي في الدرونز. الدرونز is a sensor، أو الكاميرز are sensors، والليدر sensor، نستعملهم في الـ automation of cars. لما السيلف درايفنج، كل هذه الساينس اللي أنا بحكي لكم عنه بكون موجودة في السيارة، حتى يلقط الأوبجكتس اللي قدامه، شجرة أو ساين أو إلى آخره، وبتعرف عليها وبحولها من صورة أو من نقاط إلى أوبجكتس. هذه هي الاوتوميشن للكارز لما السيلف درايفنج، اوكي. في الروبوتكس كمان نستعمله، تنسوش في الميديسن وفي الدنتستري. اليوم ان بتروح على الدكتور بيصور لك اسنانك وبحط لك اياه بصير يشوفه 3D. مين شاف هذا الاشي؟ شفتوه؟ بحطه عمالهم بيستعملوا فوتوغرامتري حتى في الاسنان، اوكي. هلا شوف كيف في الفوتوغرامتري. انا هون مين بيشتغل بالبلديات؟ ولا حدا؟ أو مشاريع بلديات؟ لما بدكم تشتغلوا في المشاريع بلديات بدنا نشتغل في الـ Aerial Photogrammetry، بده يكون عندها Flight Planning، بدنا نصور تصوير جوي، بدنا نسوي Ground Control Points، بدنا Aerial Triangulation، بعدين في السوفتوير على هذا، يعني نسوي مثلثات على الصور، Creating بنسوي Stereo Model، ستيريوسكوبي من اللي سأل عنه هلا الدكتور رياض، انه انا بكون عندي ستيريو موديل هقدر اسوي 3D ديجيتايزنج من الصوره الجويه. وفي عندي شيء اسمه بارالاكس في الصوره الجويه، ان انتم حطيتوا صوره جويه وحطيتوا عليه الفوت برينتس او شو بتسموهم الفوت برينتس تبعون العمارات، العمارة مش ترتسم، بتشوفوا انه العمارة بتكون زايحة عن الصورة يمكن مترين او ثلاثة او مرات 12 متر. ليش؟ لانه انا لما اصور ما بصور العمارة دغري، العمارة بتطلع مايلة. هلا ان بتشوفوا هذه هون سطح العمارة وهون اساسات العمارة. أساسات العمارة هي وين العمارة موجودة، مش سطح العمارة، ولكن بالصورة أنا بشوف سطح العمارة. هذا بنسميه parallax. بعدين بسوي vector map للمصممين، نبعته للمكاتب الهندسية بالvector maps. الvector maps هم من الأهم، مش الصورة الجوية، أوكي. في عنا flight planning. في عندي مهم جدا اعرف اول شيء شو الريزولوشن تبع تبع الريزولوشن الصوره، بنسميه ground sampling distance.
الجراوند سامبلينج ديستنس اليوم للأربن ستاديز بناخذ 10 سنتي، 5 سنتي منيح بس كفاية، كفاية 10 سنتي. أفتكر أم يزن بتحبوا تشوفوا أكثر ديتيلز، بس مش رايحين تستعملوا التفاصيل اللي موجودة في الخمسة سنتي. هذه متطلبات بس في هذا، فهون هذه مهمة جداً 10 سنتي. أنا وياك نشتغل على هذا الأشياء. في عندي لازم أعرف قديش يكون الأوفرلاب بين صورة وصورة، يعني إنه لما الكاميرا هاي تطلع في الجو بتصير تصور تك 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 تك، تفتح وتسكر الكاميرا، كيف بنسوي بالهذا؟ بس والطيارة هي تطير كل أكم من ثانية بفتح العدسة وبتسكر، حتى يصير في عندي front overlap وside overlap. منشوفهم هدول flying بدرونز أو imagery، هدول نفس الشيء. الaltitude of flight، ارتفاع الطيران، بتحكم في ground sampling distance والresolution تبع هذا. وفي عندنا ground control points والIMU. الground control points هو بتحكم في الدقة المكانية للصورة وللموقع العناصر على الأرض. هلأ الجراوند كنترول بوينتس كيف نخدم؟ من نطلع GPS في الموقع، نطلع GPS في الموقع، نطلع جي بي اس في الموقع، بناخذ نقاط وبنحطهم على الصور، بنحطهم في البروجكت. اوكي طيب، هلا في عندنا الجراوند كنترول بوينتس له بعرف انا هاي هون شايفين الكاميرا، في له فوكال لينث، بعرف قديش ارتفاع الطياره، بقدر احسب قديش لازم اطير باي ارتفاع طياره حسب الكاميرا اللي انا بستخدمها. هلا في عندي كمان الطيران، لما تطير الطياره ما بتطير دغري هيك، الطياره مرات بتلف يمين شمال، بتروح لقدام لورا او بتطلع لفوق تحت. هذا كله لازم ينحسب، اللي هو بنسميه فاي كابا اوميجا، حتى طياره الدرون موجوده فيها. هدول لازم ينحسبوا كل صورة وكون فيها اكس واي في السنتر، بعرف انا وين هي موجودة. وبعدين في عندي اوفرلاب، شايفين كيف الصور بتصوروا اوفرلاب، هذا الفرنت اوفرلاب بنسميه دغري، والسايد اوفرلاب انه الفرنت اوفرلاب بين الصور في نفس الخط، السايد اوفرلاب بين خط وخط لازم يكون فيها. هلا الصورة القدمانية الفرنت اوفرلاب لازم يكون اقل شيء 60%، والسايد اوفرلاب لازم يكون عندي اقل شيء 20% ل 40% لل 2D. 3D غير شيء. بعدين في عندي شيء اسمه اريا جراوند كنترول بوينتس، شايفين هذه صور بتشوفوا المربعات، هذول صور، بروح باخذ جراوند كنترول بوينتس في المنطقه اللي انا بدي اياها، شايفين هدول، وبحطهم على البروجكت. بروح بالجي بي اس بكون دقته للسنتي. هلا بروح باخذ، وشايفين هون هذا لاين اوف فلايت، هذا خط اول، هذا خط ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس. هلا اخذت هدول كل الصور بجراوند كنترول بوينتس، بصير عندي بروح بقول بحطه في البرنامج، بروح بسوي تايب بوينت اكستراكشن. ايش يعني تايب بوينت اكستراكشن؟ انه بين صوره وصوره اربطهم مع سوا، يعني الصوره الاولى والصوره الثانيه بروح بلاقي نفس العنصر بحط تايب بوينت، عنصر ثاني بحط تايب بوينت. هذه الجوريزمز. هلا في اي صوره يمكن يكون في عندي 1000 2000 او مليون تايب بوينت في بروجكت زي هيك حتى يقدر يربط لي اياه. هذه الساينس اوف كلر، ساينس اوف بيكسلز. اوكي، بعدين بعد الاريا ترانجوليشن في عندي تايب بوينت اكستراكشن،
ground point measurements بروح بعد ما يربط لي اياهم مع سوا بربط وين موقع الجراوند كنترول بوينت في اي صوره. يمكن الجراوند كنترول بوينت هذه يكون فيها صورتين او ست صور او تسع صور، فبربطهم على التسع صور كاملة كل صورة بصورتها، وبعدين بقول له سوي لي bundle adjustment. ايش يعني bundle adjustment؟ اربط لي كل الصور مع سوا بربطه، هذه اسمها bundle adjustment. بعدين بقول له سوي لي DTM او DSM extraction. من هون بقدر نقدر نطلع الـ DTM في الصور الجوية، لأنه صار في عندي كل الصور هدول مربوطين XYZ 3D، صار عندي ستيريو موديل. فبطلع DSM و DTM، شو الفرق بين DSM و DTM؟ DSM السيرفس موديل بيشوف لي ظهر الشجر وظهر ظهر العمارات، الـ DTM هو على الأرض. أوكي؟ بعدين بسوي ستيريو موديل كرييشن، من الستيريو موديل بشوف صورتين مع سوا وين بتلاقوا، بشوف انه العمارة لما اطلعها في الستيريو بالنظارات ما بشوفها مايلة هيك، بشوفها 100% دورية، وبصير اسوي ديجيتايزنج على ظهر العمارة من فوق وعلى ارتفاع العمارة من فوق. اوكي، هذا اسمه ستيريو موديل كرييشن. وبعدين بسوي اديتنج للدي تي ام، منسوي أورثو فوتو ومنسوي موزايكينج. الأورثو فوتوز كل اللي بيصيروا أورثو، الصور بتزبطوا، منسوي الموزايكينج نربطهم مع سوا وبيطلع عندي صورة جوية. مهندس ميخائيل بنحاول هاي بلوك أجسمنت، خلصنا هون البارالاكس حكينا عنه، البرودكتس اللي بنطلعهم زي ما انتو شايفين في عندي بقدر أطلع أورثو موزايك ديجيتال إليفيشن موديل، هل بقدر أطلع من النادير بوينت كلاود بهذه الطريقة؟ نعم بقدر أطلع، لأنه أنا عندي 3D موديل بقدر أطلعها من الفوتوغرامتري. هلا هذه اللي بتشوفوا الصورة شايفينها أنتم غبشة مظبوط، بس هاي صورتين فوق بعض، هذه ستيريو موديل. يمكن عندي نظارة بعدين بورجيكم إياه، تقدروا تشوفوا الأزرق بلو وريد، البلو وريد صورتين، صورة بتكون بلو صورة ريد، هذه ستيريو اسمها. بنحط نظارة بنشوفها 3D، وهون نقدر نسوي ديجيتايزنج على ظهر العمارة هلا، لأنه هي واقفة 100%. أوكي، بشوف إن معي نظارة بورجيكم إياها هلا. بعدين شو بنسوي؟ بنسوي هون داتا كولكشنز، شايفين كيف الداتا كولكشنز للأرض، للعمارات، للشجر، لاي شيء 3D، كله 3D هذا. اوكي نيكست، هيك بيطلع المخطط عندنا. شو المخطط عندنا يا بتشوفوا كل هاي الاشياء مكتوبه في انا كتبها في الورقه تبعتي ان هذا. هذه شفناها انه بقدر اسوي برودكتس زي هيك، وبالنهايه المخطط اللي انتم شفتوه الاخير فيكتور هو اللي بعطيه المخطط وبتكملوا شغلكم في الهيكل. يعطيك الف عافيه، شكرا جزيلا مهندس ميخائيل. نحاول نرفع يعني بعض التوصيات بعد اذنكم، في حدا بحب يقدم شيء؟ يعني ايش نوصي نتيجه العرض هذا اللي قدمه المهندس ميخائيل، موضوع التصوير الجوي، موضوع الدرون، شو التوصيات اللي ممكن احنا نقدمها حتى تخرج كتوصيات عن المؤتمر؟ يعني إدخال هذه التقنيات على ضمن برامج هندسة التخطيط، إذن التعليم أو إدخال هذه التقنيات
تمام. ايضا ممكن يكون عمل دورات من خلال نقابة المهندسين للترويج لهذه البرامج. نعم الترويج حتى يعني يعرف فيها اصلا و مظبوط. في شيء غلط عمالها اللي تحكي فيه ميزة، في مناقصات بقول اطلع الفيكتور مابس الدروينج للتخطيط من أورثوفوتو، هذا خطأ شائع خصوصا اليو ان هابيتات بتسوي هذا الاشي. مش دائم. نعم الأورثو من الأورثوفوتو ممنوع نطلع 3D موديل. ايش ممكن ان يكون في توصيات؟ تفضلي. ندخل في عملية الدوكيومنتيشن للآثار لحفظ التراث عبر الزمن. من استخدام هذه التقنيات في التوثيق المباني التراثية والتاريخية في فلسطين. تفضل. محاولة استخدام تقنية الدرون في مجالات ثانية، يعني احنا اليوم حكينا في مجال المساحة والتصوير الجوي، محاولة إدخال الدرون في مجالات مهمة غير المساحة. مثل إيش؟ يعني زي مثلا في البحث والإنقاذ، يعني ممكن الدفاع المدني يفكر يستعمل الدرون هذه في مجال البحث والإنقاذ، في مجال مثلا نقل البريد، يعني في مجالات خلينا نقول تطوير استخدام درون في المجالات الهندسية الأخرى غير المساحة 100%. غير المساحة الجوية. أعتقد يكفي. يعطيكم ألف عافية. أشوف الـ 3D هون في نظارات عندي. تقدروا تشوفوا على اللابتوب أو عندي هون ورا. بتكون في القاعة الثانية.